بحلقة اليوم راح نتكلم عن الصحافة ودور الصحافة والمهام مع الصحفي جاسم الشمري. السلام عليكم. طبعا معاكم ضيف الحلقة اليوم الصحفي جاسم الشمري. حياك الله، مرحبا فيك. طبعا بالبداية شلون تعرف مهنتك؟ مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن الحقيقة في إطارها المثالي، أو البحث عن المعلومة في إطارها التقليدي العادي. نعم. وكلمنا أكثر عن دور ومهام الصحفي. الصحفي حقيقة هو الشخص المناط به متابعة الأحداث، إمداد المتلقي بالمعلومات عن هذا الحدث، تفاصيلها، أيضا تقديم قراءة لما بين السطور لتداعيات هذا الحدث وتأثيراته على المجتمع وعلى المتلقي. نعم. وهل هناك أنواع مختلفة لأدوار الصحفي؟ يعني الصحفي يفترض أن يكون ملم بكل نشاطات المجتمع، متابع لكل ما يطرأ على الساحة من أحداث وتداعيات، وبالتالي يفترض أن يكون يعني كما قلت يقدم المعلومة أو الحقيقة أو الخبر وتفاصيله للمتلقي. نعم. وهل هناك في فرق بين المحرر والصحفي والمراسل الصحفي؟ المراسل يكون موجود في موقع الحدث تحديدا لإمداد الوسيلة الإعلامية، سواء تلفزيون أو إذاعة أو صحافة مقروءة أو حاليا مواقع إلكترونية إخبارية، بتفاصيل الحدث من موقع الحدث ذاته. المحرر هو اللي يتلقى المعلومات أو يبحث عن المعلومات ويقدمها بإطار جامد ما في لغة خاصة فيه. الصحفي أعلى رتبة من المحرر ومن المراسل، هو الذي يعني يكون قادر على كتابة الخبر بأسلوبه الخاص، وأيضا يقدم التحليل والمعلومات ما بين أو قراءة المعلومات ما بين السطور لإمداد المتلقي بصورة متكاملة عن الحدث المتابع. نعم. وشلون الصحفي بشكل عام يقدر هو يطور من نفسه من بعد الدراسة؟ في تصوري أن أهم شيء للصحفي هو القراءة والمتابعة. القراءة في مصادر الأخبار ومصادر المعلومات بشكل كامل، إحصاءات الموجودة في الدولة أو في المنطقة اللي هو معني بتغطيتها، أيضا التواصل مع المسؤولين، مسؤولين القطاعات المختلفة في الدولة، أيضا القراءة في التاريخ. في تصوري أن مهم جدا للصحفي أن يكون ملم بالتاريخ، لأن التاريخ دائما يعطي تصور لما سيحدث من تداعيات في المستقبل. نعم. ويعني يمكن أن الصحفي بمرور الوقت هو يقدر يطور من إمكانياته في الكتاب، تحديدا في كتاب المقال؟ بالتأكيد، كما قلت القراءة هي اكتساب اللغة، تطوير اللغة، يعني ممارسة الشيء هو؟ يعني كثر ما قرأ كثر ما قدر يطور لغته الخاصة، من مفردات، من تصورات بلاغية، من جمل، وبالتالي هو يكون قادر على التعبير عن الحدث أو عن المشكلة اللي يتابعها بلغته الخاصة، يكون له يعني نكهة خاصة ومعروف فيه أن هذا إذا انطرح في أكثر من أسلوب، معروف أن هذا أسلوب الصحفي الفلاني أو هذا أسلوب الصحفي الفلاني، من خلال المقدمة اللي يبدأها، من خلال استعراض الحدث نفسه، من خلال الختمة اللي يقدمها. وبالتالي الصحفي المتميز، أنا أتكلم عن الصحفي المتميز، اللي يقدر أنه هو يحط بصمته الخاصة من خلال لغته الخاصة فيه. نعم. وشنو الفرق بين كتابة المواضيع والتحقيقات الصحفية؟ كتابة المواضيع هي كتابة المقالة. المقالة دائما تعبر عن رأي الكاتب أو رأي الصحفي من خلال خبرته في متابعة الأحداث أو الأخبار، وبالتالي هو يسقط رؤيته الخاصة على المشكلة اللي قاعد يستعرضها. التحقيق الصحفي هو متابعة
الخبر بحد ذاته مع المختصين وتقديم المعلومة أكثر من تقديم الرأي وتقديم التحليل الخاص بالشخصيات المستضافة في هذا التحقيق. وبالتالي هو ما يقدم رؤية الخاصة، إنما يقدم رؤية الآخرين المختصين أو الخبراء في المشكلة مثار البحث. نعم. وشنو الصفات اللي لازم تكون متوفرة بالصحفي غير الدراسة والتخصص؟ في تصوري دقة الملاحظة أهم شيء يتميز فيه الصحفي، أنه يكون دقيق الملاحظة حاضر الذهن، لأن الصحفي يفترض أن يكون دائما يعني موجود، ممكن يصير حدث قدامه، وبالتالي الصحفي غير الدقيق الملاحظة أو غير المتقد أو اللي قادر على التقاط المعلومة يمكن تفوت عليه هذه المسألة. وبالتالي يفترض أنه كما قلت يكون حاضر البديهة ودقيق الملاحظة لالتقاط المعلومات أو تداعيات هذه المعلومات. نعم. طبعا رح نكمل كلامنا لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم من بعد الفاصل. وطبعا شلون طورت من نفسك؟ يعني حقيقة أنا راح أدعي أنه أنا صحفي من فترة يعني من وانا صغير، صغير بمعنى انه كنت في الثانويه. يعني انت اكتشفت انك انت تبي هذا، يعني هذا تخصص في الثانويه. انا اتكلم عن الثانويه، تقريبا اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، كنا نتكلم عن اعداد مجلات الحائط في ذيك الفتره. وبالتالي اعداد مجلات الحائط اللي ما حضر هذيك الفتره يعني كانت وايد مهمه للطلبه في انهم يطورون من مهاراتهم في الكتابه، من مهاراتهم في البحث عن المعلومه، في كتابه المواضيع اللي خاصه في يعني المعلومات العامه او الاحداث اللي التاريخيه اللي كانت موجوده، وبالتالي اخبار الطلبه عن هذه المواضيع. ايضا التخطيط مالها، تخطيط طريقه عرض المعلومات، طريقه تبويب المجله، هاي كلها يعني حسيت ان انا وايد شغوف فيها حقيقه. وبالتالي يعني كانت بدايه معرفتي في انه انا ممكن اكون صحفي. في بدايه او في نهايه الثمانينيات التحقت في احدى الصحف المحليه كمحرر مبتدئ، وبالتالي بديت هذا المشوار. شلون طورت نفسي؟ من خلال يعني القراءه. القراءه وايد مهمه في تصوري، خاصه قراءه الروايات والقصص، لانها تثري من حصيلتك اللغويه وحصيلتك البلاغيه، وبالتالي ينعكس هذا على طريقتك في تقديم المعلومة أو كتابة التحقيق الصحفي أو حتى يعني استضافة المختصين أو الشخصيات اللي لها يعني تأثير في مسار الأحداث في ذيك الفترة اللي كنا نتابعها في فترتنا. وبالتالي يعني كانت مؤثرة حقيقة في مسألة أنه أنا أعد الأسئلة، أطرح الأسئلة وأستخلص من الضيف أسئلة على إجاباته، مش مضايقة الضيف بقدر ما هو استحلاب الضيف لأجل الحصول على المعلومة متكاملة حقيقة. وليش هالمهنة بالذات اللي أنت اخترتها؟ يعني مثل ما قلت، يعني هذا الشغف في البحث عن المعلومة اللي تولد من صغر هو اللي دفعني أنه أنا يعني أنخرط في هذا المجال حقيقة. يعني كان مجال ممتع، شبكة علاقات واسعة، أن أنت تكون في فترة من الفترات مؤثر في المجتمع، يشار لك أنه أنت صاحب رأي أو صاحب رؤية. وبالتالي يعني الصحافة تعطي هذا يعني تعطي هذا الإحساس بأنه أنت نافع في المجتمع، شخص إيجابي مش شخص سلبي. نعم. وشفت أحد كان سبب أنك أنت تختار هالمجال علشان تكون نفسه؟ يعني في الفترة الأولى من حياتي في القراءة حقيقة، يعني كنت أتابع مجلات عربية مهمة في ذيك الفترة، ويعني
حقيقة كان عندي شغف أنه أنا أصير مراسل حربي، أنه أنا أصير شخص يعني يجوب مناطق النزاعات لأجل استخلاص المعلومات. وايد يعني أثر فيني مسار يعني كتاب كبار حقيقة مثل موسى الصبري الله يرحمه، محمد حسنين هيكل حقيقة، أشخاص يعني كانوا مؤثرين في العالم العربي في ذيك الفترة. وبالتالي كل صحفي حقيقة يقرأ لهؤلاء يعني يفترض في نفسه أنه هو ممكن يكون يعني شخص مؤثر في مجتمعه مثل ما كانوا هؤلاء مؤثرين في 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 مجتمعاتهم. نعم. ومتى حسيت انك نجحت؟ يعني النجاح نسبي حقيقه، في لحظات معينه لما تلتقي في شخص ويذكرك في الموضوع الفلاني اللي كان يعني اثر فيه تحديدا او قدم له معلومه مهمه او يعني كشف عنه بعض الخفايا حزتها، يعني يحس الواحد انه هو بالفعل نجح في مهنته. هذه المسارات حسيت او يعني مريت فيها في كذا تجربه صحفيه على مدى الثلاثين سنه الماضيه من عمري المهني. نعم. وشنو الصعوبات اللي تواجه الصحفي بشكل عام؟ القدره على يعني استخلاص المعلومه اولا، الوصول الى مصادر المعلومات في ذيك الفترة، أنا أتكلم اللي إحنا كنا نشتغل فيها في غياب طبعا السوشيال ميديا الحالية اللي تقدم لك معلومات. والصعوبة الآن في السوشيال ميديا أنه أنت القدرة على غربلة هذا الكم من المعلومات والوصول إلى المعلومات الصحيحة من خلالها. في فترتنا الماضية كانت الصعوبة في الوصول إلى مصدر المعلومات، مش غربلة المعلومات، الوصول إلى مصدر المعلومة، لأنه إذا وصلت إلى مصدر المعلومة راح يعطيك إياها على الأقل جزء من الحقيقة. وبالتالي يعني لما تلتقي في أكثر من مصدر يقدم لك جوانب مختلفة، وبالتالي قدرة الصحفي على الإلمام في هذه الجوانب مختلفة وتقديم المعلومة من كل جوانبها يعني يكشف الستار عنها. الآن الصعوبة أمام الصحفيين المرحلة الحالية هو غربلة هذه المعلومات، وايد تدفق معلومات في السوشيال ميديا، وبالتالي يصبح من واجبات الصحفي المحترم، أنا أتكلم صحفي المحترم، أنه هو يغربل هذه المعلومات ويوازن في مدى صحتها أو في مدى يعني إيصالها للمتلقي بشكل ما يؤثر على المجتمع، على وحدة المجتمع، وبما يثير الفتن في المجتمع. وفكرت بيوم من الأيام أن هذا الطريق صعب؟ إلى الآن هو صعب، يعني دائما نفكر أنه هو صعب، حتى لما وصلنا الآن إلى مرحلة أنه أنت قاعد وراء مكتبك وتوجه الآخرين سووا كذي وسووا كذي، تقترح الأفكار لهم، تقترح الشخصيات اللي يستضيفونها في تحقيقاتهم في لقاءاتهم، هي نعم صعوبة. الصعوبة في أنه أنت تقع على حدث أو مشكلة تكون مثار يعني حديث الناس. الصحفي الشاطر هو اللي يصنع الحدث، مش ينطر إلى أن يصير الحدث وبالتالي يتابعه. صناعة الحدث وايد مهمة في الصحافة، صناعة الحدث هو البحث عن أمور خافية وبالتالي كشف الحقائق عنها، استجلاءها، وبالتالي يعني توصيلها بشيء من المصداقية للمتلقي. نعم. وشنو النصيحة اللي توجهها للأطفال اللي الحين قاعد يشوفونا وحابين يشتغلون بالمهنة هذه بالمستقبل؟ يعني أهم شيء إنه هو يكون أول شيء يقرأ، أهم شيء هذه، ما يعتمد بس على التليفون والقراءة في يعني في السوشيال ميديا. القراءة يعني اللي نتكلم عنها، القراءة اللي تكون سريعة، القراءة السريعة أو المختزلة، يفترض أنه هو يتعمق
أكثر. اللي حاب أنه هو يطور أسلوبه يقرأ في القصص والروايات الاجتماعية والكذا. يعني أنا أتكلم في ذيك الفترة حتى في مسألة أنه يعني بداياتنا كنا نتكلم عن المغامرين الخمسة، تختخ وربعة، نتكلم عن مجلة ماجد شلون قدمت لنا يعني أفق معرفي كبير حقيقة. وبالتالي يعني مهم جدا للي حاب أنه هو يصير صحفي أنه يقرأ، يتابع، يكون دقيق ملاحظة، ما يخجل من طرح المشكلة والبحث عن أبعادها. نعم. وكلمة أخيرة حاب توجهها؟ يعني شكرا لكم لهذه الاستضافة، كل عام وانتم بخير والجميع بخير ان شاء الله، واتمنى ان يعني يكونون اطفالنا او اللي حابين عندهم شغف الصحافة ان ينجحون في مسارهم اذا اختاروا الصحافة. وايد استمتعت معك في حلقة اليوم. شكرا لك. شكرا. أنا اليوم عرفت ليش الصحفي جاسم الشمري اختار هذا الدرب، والحين دوركم أنتوا قولوا لي هل عجبتكم مهنة الصحافة ولا لا؟